الله الرحمن الرحيم. أنا بالنسبة إلي في حقيقة لم أقرأ البيان كله، لكن عرفت أن هناك استنكار من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومن هيئات حقوقية في العالم كله تستنكر هذا الأمر. أنا بالنسبة إلي كباحث في الدراسات الإسلامية أرى أن هذه الإعدامات يعني منكر وجريمة في حق الناس بأي معيار من المعايير. نحن نقول إن المعارضين مهما كانت معارضتهم ينبغي أن تحترم أموالهم أنفسهم أعراضهم، حتى ولو كانوا كفارا يهودا أو نصارى أو غير ذلك، هؤلاء ينبغي أن تضمن لهم كما ضمن الله تعالى لهم الحرية في أن يعيشوا كما أرادوا، والله تعالى هو الذي يحاسبهم في الدنيا والآخرة كما يحاسبنا نحن أيضا في الدنيا والآخرة. نعم يتم الإعدام إذا احترمت معايير القواعد العادلة وكانت هناك قضاء نزيه وكان هناك تورط في الدم. إذا كان هناك تورط في الدم نحن نرفض أن نصطف إلى جانب هؤلاء الذين تورطوا في الدم، وأن القضاء إذا قال فيهم كلمته فهو الأحق بأن يتبع. أما أن يعدم الناس لأنهم معارضون أو عندهم أفكار مخالفة أو عندهم تصورات شادة فهذا ليس من منهج الإسلام، لا يقبله الإسلام. نحن لا نقتل الناس على أفكارهم، لا، هذا منكر وجريمة. إذا عارض الناس في مصر مثلا السلطة الحاكمة أو في أي بلد من البلدان عارضوا السلطة الحاكمة وحكامهم فهذا حقهم أن يعارضوا أن يسددوا أن يقاربوا، فهم هؤلاء ليسوا سراق ولا مجرمين ولا قطاع طرق ولا عندنا معهم هذه المشاكل. هؤلاء عندهم أفكار يريدون تطبيقها، ينبغي أن نستمع إليهم، ينبغي أن نحاججهم، ينبغي أن نردهم عن غيهم إن كانوا شاردين أو أن نكون إلى جانبهم إن لم يكونوا شاردين. وعلى كل حال إعدام الناس على الأفكار وعلى التصرفات هذا جريمة من جرائم القديمة وجريمة من الجرائم المعاصرة.